اوكي بس الاولى يعني السؤال الاولى شو اسمك؟ اسمي؟ سؤال اول شكرا. شو اسمك ويعني شو وظيفتك في العمل؟ نادر المناصير صحفي من قناة العربية بروديوسر معد. قديش سنة في يعني في الصحافة وكل شيء؟ 7 سنوات. وانت تخرجت من الجامعة البتراء؟ جامعة البتراء. اوكي. و يعني ليش الصحافة؟ ليش صحافة ما بعرف، بس لكن يمكن شفتها وظيفة كثير حلوة كانت يعني، او انه يعني تنقل هموم الناس فحبيتها يعني، ما بعرف ليه يعني اخترتها هاي في البداية. يعني كمان بحبها من زمان الصحافة فاخترتها. الفكرة عن الإعلام الاجتماعي في الأردن هلا يعني كثير شخص عندهم فيسبوك وتويتر وكل شيء، بس الأدم الشخص عندهم يعني هذا الإنترنت والواي فاي في بشكل عام صغير، يعني كيف ال بدي بعرف يعني كيف تستخدم ال كيف ممكن بشكل عام و يعني كيف specifically بالتحديد النساء استخدم الفيسبوك والتويتر ل مثل لصوت او لاي شيء، اغراض يعني سياسيه ولا بس مجرد انه يعني كمتعه يعني يستخدموه قصدك؟ اوكي. يعني زمان كانت المراه مقيده، لما صار في تطور في السوشيال ميديا والمواقع الاجتماعيه مثل فيسبوك تويتر، هذه المواقع اتاحت للمراه يعني نافذه تطلع على يعني معلومه يعني بتشوف فيها الناس الثانيه، تقدر يعني تقدر تنفس عنها، تحكي عن قضاياها. يعني مثلا في بعض النساء مثلا نحكي زي مثال في السعوديه كان ممنوع سوق السياره، فصارت المراه استخدمت هذه المواقع انه تحكي انه انا مظلومه، بدي حدا يساعدني، إن انا ما عندي سياره، ممنوع سوق السياره ليش؟ فمن خلال هاي المواقع الفيسبوك وهاي المواقع استطاعت المراه ان يعني تطفو قضاياها على السطح، اوكي، واتاح لها فرصه كبيره طبعا بالتعارف على اشخاص. يعني في بعض القضايا يعني المراه يعني المجتمع يمنع المراه في التعامل مع اشخاص اخرين غير اخوها ابن عمها، ممنوع تتعامل. فهذا الفيسبوك جعلت تعرف اكثر الناس، تحاور معهم بكثير من القضايا سواء كانت دينيه سواء كانت سياسيه، حتى في كثير من المواضيع يعني اتاح لها الفيسبوك وهي المواقع الاجتماعيه. بالنسبة لك يعني الفكرة عن الإعلام الرسمية ينقص المجتمع أو لا؟ كيف؟ ينقص reflects عكس المجتمع أو مثل المجتمع؟ يعني إنه مع المجتمع هذا يعني المواقع؟ مواقع يعني هذه يعني أوكي، لا بالعكس يعني هذه يعني هذه المواقع الاجتماعية كما أتاحت يعني للرجل أتاحت للمرأة، بس أتاحت للمرأة بشكل أكبر، يعني بطلت المرأة هي مقيدة، بطلت مقيدة من خلال هذه المواقع، يعني صار لها تقدر لها تأثير، لها تعبير في الرأي، لها تقدر تحكي عن كثير مواضيع كانت هي أصلا ممنوع تحكي فيها. فأنا بتصور إنه هذه كانت إيجابية للمرأة في حد ذاته، صارت يعني لها دور قيادي من خلال هذه المواقع، صارت تتدخل في كثير أمور كذا، كان سواء كان سياسية كان سواء اجتماعية، أي محاور من محاور الحياة كان لها دور فيها من خلال هذه المواقع. يعني هي عبارة أصبح لها يعني نافذة تطلع فيها على العالم الخارجي كامل، يعني ما كان بس تعرف انه بس تكون مقيده داخل البيت، ما بتعرف غير اخوها، بتعرف غير امها وابوها بس، حتى ابن عمها صعب تشوفه. فهذه المواقع يعني كسرت حاجز الخوف عندها، صار تقدر تحكي، تقدر تشوف الناس، تقدر تعمل كل شيء من خلال هذه المواقع، وانفتاح لدور كبير طبعا في هذه المواضيع. انت عندك اصدقائي يعني النساء صح؟ اكيد. وكيف التصوير في الفيسبوك؟ يعني
كيف يعني النساء يعني representing themselves كصورة لها يعني فيسبوك يعني بيكتشر يعني صورة أو في يعني في status أو شوفي في بدايات الفيسبوك وهالمواقع الاجتماعية كانت المرأة عندها حاجز خوف ان تخترق هذا الموضوع وتحكي فيه، يعني ممنوع تبين صورتها قدام الناس، ممنوع ان اكشف حالي قدام غير اخوي وابوي وامي، ممنوع احد يشوفني. اول كانت في بدايه الفيسبوك حتى يعني مش زمن بعيد يعني قريب يعني ما تحط صورتها، تلجا لصوره تحط صوره ورده صوره او جزء يعني صور مش لها او صور ممثلات على سبيل المثال. بعد هيك صارت شو صارت تعمل؟ صارت يعني تحط صوره لها جزء من جسم من شكلها مثلا صوره عينيها مثلا. بعد هيك صارت بطل صارت تخاف، صارت تضع صورتها عاديه انه انا فلانه انا كذا. بطبيعه الحال يعني احنا في عصر يعني عصر متطور جدا وصار في انفتاح، صارت بطل خوف انه البنت يكون لها اصدقاء شباب، صار عادي. وهذا برضو ساعدها في كثير من يعني انه صارت تحط صورها عادي، صارت تتناقش في كثير من الامور، صارت يعني اصبح يعني الفيسبوك عباره عن هويه لها. كيف الهويه اللي كنا نسميها مكتوب خلاص معروف انه هذه فلانه، هي كل تفاصيل عنها على الفيسبوك. حتى في بعض الاشخاص صار يدور مثلا بده يعرف فتاه بتجوزها يعني ارتباط في الزواج، يدخل على الاكونت تبعها على الفيسبوك وبيعرف عنها كل التفاصيل، شو بتحب شو بتكره شو بدها تروح شو بتشتغل وين، كل التفاصيل عنها. يعني صار الفيسبوك والسوشيال ميديا هي هويه للبنت او الرجل. شو الموضوع الشخص الشباب بدكم يحكوا عن يعني ممكن قضايا في المجتمع أو قضايا مع السياسة قضايا إيش القضايا بتحكي فيها المرأة؟ القضايا بتحكي فيها المرأة متنوعة، يعني تحكي في موضوع سياسية، مواضيع دينية، حتى مواضيع الجنس تحكي فيها بصراحة. يعني هاي المواضيع هتحكي بطل في يعني مثال يعني مثال عن هذا الموضوع. في كثير من النشاطات الأردنيات تحكي على سياسة الأردن، كثير من النشاطات يعني تطلع على الشارع بتحكي وطالب بحقوق، حتى عن طريق الفيسبوك تعمل جروبات تعمل كذا. كيف صار مثلا الامور، صار المظاهرات في مصر وهي الدول اللي صار فيها الربيع العربي، المراه كان لها دور كبير، ونفس الشيء عندنا هنا لها دور. يعني في كثير من في بنات نشاطات تحكي في هذا الموضوع، تطالب في حقها، حق في كثير من المواضيع مثل قانون السيداو. المرأة طلعت كثير على وحكت في هذا الموضوع، لأن الموضوع هذا بهمها هي كشخص كأنثى بهمها أكثر شيء. فكانت المرأة كانت بطل الرجل يحكي عنها، صارت تحكي عن نفسها. بالنسبة لك شو المستقبل للمجتمعية؟ على المواقع الاجتماعية شو مستقبلها؟ أنا أعتقد لكل بداية نهاية. ما بعرف، أنا يمكن أعتقد لو قدام شوي راح هاي الأمور راح يجي شيء غير المواقع الاجتماعية وتحل محلها. يمكن راح تندثر ترجع لأول، يعني راح تكون قديمة راح يجي شيء أفضل. يعني كنا أول كنا نعرف يعني عن طريق تليفون مسجات، نشوف شيء كثير مسجات. هلا صار في فيسبوك، بعد فيسبوك صار في تويتر، بعد تويتر صار في اكثر استخدام الواتساب والفايبر وهي الامور. فكل شيء بيحل محل شيء. ومش عارف اذا بتعرف هذا السؤال في ام بي سي، شو هذا السؤال اللي هيك بحب بعرف شو الجمهوريه اللي يعني النساء للرجال، او يعني كيف احكي الشخص الذي احكيها بالانجليزي. شكرا. يعني الديموغرافيك، يعني شو الديموغرافيك من الجمهوريه؟ ديموغرافيا يعني I think شو ديمقراطية I think that's right. لا ديمقراطية. لا ديموغرافيا قصدها ديموغرافيا طبيعة الأرض، يعني أكثر إيش بدك يعني ديموغرافيا الجمهورية بي ام بي سي. ام بي سي صح. يعني بتعرف الديموغرافيا للشخص الذي يعني يشاهدون قصدك الناس اللي بيشاهدوا قناة الام بي سي؟ صح. قناة الام بي سي ولا العربية؟
إذا بعرف الاثنين أو بس شوفي الـ NBC يعني